يعني احنا طبعا سعداء بيكم لان دي اول مره نستضيف حد، وهذه الرياضه مواي تاي اللي زي ما كريم قال احنا هنبدا معاكم ان احنا نفهم ايه هي رياضه المواي تاي في الاول. وانا عارفه ان هي دخلت مصر 2004 الاتحاد اسس تقريبا 2020، ففي برضو جاب كبيره وتفاصيل كتيره. خلينا نبدا من ايه المواي تاي اصلا. اولا يعني سعيد ان انا اكون موجود النهارده في قناه الاهلي مع الاعلام المتميز استاذ كريم كوجر. حضرتك بتشرفنا ونورتنا. تسلم. سعداء بس احنا عايزين نستاذنك بس تطلع صوتك شويه. سعداء جدا بعض بشكل اوضح يعني. اتفضل. وسعداء اكثر بالقائكم الضوء على رياضه المواي تاي، الرياضه الممتعه التي يعني اسعدت قلوبنا وقلوب المصريين. رياضه المواي تاي رياضه من اجمل فنون الدفاع عن النفس. رياضه تايلانديه وحصل على الاعتراف الاولمبي الكامل في اخر جلسه من جلسات اللجنه الاولمبيه الدوليه، واستطاع اولادنا وبناتنا تحقيق ميداليات متنوعه في بطوله العالم اللي فاتت اللي قامت في الفتره ما بين 26 الى 5 يونيو في ابو ظبي. حققت بطلات مصر وابطال مصر ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، والحمد لله تم عزف نشيد الوطني المصري لاول مره في بطوله العالم مرتين متكررتين خلال مشاركة لاعبينا وخلال مشاركة 64 دولة و1000 لاعب، وبنفتخر بيهم وبنفتخر ان احنا المصريين قدرنا ان احنا نوصل للانجاز دون فاول مرة ونحصل على ترتيب عام. الحمد لله رب العالمين. حاجة مختارة. امال لما نتوجج بقى في بطولات العالم هنعمل ايه لما ده بيحصل في اول مشاركة دي؟ صحيح. الحمد لله احنا يعني ثقتنا كبيرة، وفي ظل القيادة الرشيدة لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وكل القائمين على وزارة الشباب والرياضة اللي قدموا لنا الدعم اللازم وكانوا خير العون والدعم للفريق المصري اللي شارك، نشكرهم على مساعدتهم ومساندتهم لرياضة المواي تاي والوقوف لجانبها جانب إلى جانب والدفع بيها للاعبيننا إلى الأمام، اللي قدر ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا في فتره وجيزه نحط بلدنا الحبيبه على خريطه المواي تاي، ان مصر ام الدنيا وفوق الدنيا كلها، ان اللاعبين المصريين فعلا بسواعدهم وبقلوبهم قدروا ان هم يحققوا الحلم ان احنا نشوف علم ده بلدنا بيترفع عاليا خفاقا في مع كل دول العالم المتقدمه، بل قدرنا نتغلب عليهم في بعض الاوزان ونكون اول عالم. كان صراحه حلم من احلامي ان انا اشوف بلدي موجوده على منصه التتويج العالميه واشوف ابنائي وبناتي بيتوجوا على اعلى المنصات العالميه، بس الصراحه ما كنتش متخيل النتيجه هتكون سريعه. فالحمد لله رب العالمين، اشكر كل القائمين على الرياضه المصريه واشكر الفريق الفني المنتخب المدربين. لو احنا عايزين نشكرك برضو كابتن محمد، انت ليك دور كبير جدا.